السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، يا ربي يعجبكم. مبروك عواشركم البنات، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه هذا العيد الكبير ان شاء الله. باش ما تمنيتو كما كتشوفوا اليوم، بغيت نخدم معكم واحد الدريس ساهل وصراحه كيجي زوين وانيق. الدرس المغلف البنات كما كتشوفوا الحرير عندي برمتو اني على ثلاثة، وهنا البنات كما كتلاحظوا ضربت في الثوب. دابا غنحاول البنات نخدم معكم دريز ديال واحد، باش غنبداو البنات بسم الله على بركة الله. غنضرب في الثوب هكا نلوح الحرير اللي عندي، ونضرب البنات في هاد الغرزة وغنلوي واحد جوج، نبقى شادة هكا، نحاول نكرس ونطلع البنات البرا كما كتشوفوا من تحت هادوك الضربات، نطلع من الدائرة هانتوما. حاولوا البنات تعوجوها غير صغيرة. ودابا البنات غنضرب في الثوب غرزة هكا، وغنرجع البنات نضرب حداها كتشوفوا، غنلوي واحد جوج هكا. هنا البنات ما بين هذه وهذه غنلوي واحد جوج، هاو البنات الدريز ديال واحد. ها هي عندي واحد العوينه هنا كما كتلاحظوا، هي غنطلع البرا الدائره. حاولوا البنات ما تكبروش الخيط بالنسبه للبنات المبتدئات، وغندور كما كتشوفوا تكونت لي هاد العوينه هذه. هنا البنات هي عندي واحد الغريزه كما كتشوفوا، هي ضربت فيها، ونزيد البنات هنا واحد الغرزه في الثوب، نطلع البرا الدائره هكا، نطلع البنات الحرير اللي عندي كما كتشوفوا عندي. ها هي البنات عندي هنا واحد الغريزه، غنلوي فيها واحد جوج، ونطلع كما كتشوفوا ها واحد ها جوج، ونلوي جوج ديال الليات. شوفوا هنا البنات عندي هذه، نتأكد مزيان، ها هي الوفا واحد جوج. دابا تكون لي الدريس كما كتشوفوا ديال ثلاثة، غندور الحرير اللي عندي كما كتلاحظوا، وهنا البنات غنطلع كما كتشوفوا بحال غنبدا نحبك، غنطلع البرا وسط الخيط بحال البنات. دابا انا غنبدا نغلف في هاد الدريس بسم الله، غنرجع لوح الحرير اللي عندي، نطلع من الدائره كما كتشوفوا، يعني كنطلع في وسط الدائره نيشان ها جوج ثلاثة، نطلع كما كتلاحظوا أربعة. هانتوما البنات هاد الدريز ديالي كما كتشوفوا، كما كتشوفوا البنات هاد الدريس ها هو كي هنا كي جا قاد. دابا غنضرب البنات حداه هكا، سمعت نتايا البنكتي كما شفتوا، ونعاود نضرب حداه البنات واحد نضرب في الثوب، ونطلع في نعاود البنات كما لاحظتوا غنطلع في الدائره ديال الحرير، لوح الحرير اللي عندي. عندي البنات هنا واحد الغرزه ها هي، غندور واحد جوج. عندي البنات هنا الثوب واقف داكشي اللي كنلقى صعوبه شويه كما كتشوفوا، غنحاول نجبد ونطلع البرا بحال هكا في الحرير، ونعاود البنات نرجع بحال هكا، ونضرب في الثوب عندي واحد الغرزه ها هي كما كتشوفوا. راه قلت لكم البنات الحرير عندي هنايا كما كتشوفوا واحد جوج، طلع راه هكا مزيان، ندور الخيط اللي عندي كما كتشوفوا البنات. عندي هاد العوينه هادي ها هي، غنلوي فيها واحد جوج، حتى هي جوج ليات. ها انتم البنات
دابا عندي هنا واحد العوينه غادا ندير هكا كما كشفتوا، غندير هاد العوينه هذه. وعندي هنا البنات واحد الغرزه، ها هي غنطلع فيها كما لاحظتوا، وغادا نضرب في التوب هكا. البنات هنا كتشوفوا واحد الغريزه لي اوتوستوب. دابا البنات كما لاحظتوا غنكمل واحد جوج، ثم طالعين وثم تتلويو الخيط على بعض. عندي غرزه اخرى البنات، ها هي، ها واحد، ها جوج، شو هنا البنات عندي هذيك العوينه اللي قلت لكم، ها هي الشيء، واحد جوج، ها هو الدرس البنات، ها هو واجد. دابا اش غندير؟ ندور الخيط اللي عندي هكا. عندي البنات هنا هاي كما كتشوفوا، صافي البنات، وكتبقاو كتغلفوا في الدريس ديالكم. هاد تاني البنات، هاد الدريس تاني. انا البنات قاربتهم، يعني نتوما حاولوا ما تقاربوهمش. صافي البنات، ونعاود نضرب بحال هكا في التوب كما لاحظتوا. نعاود البنات نضرب في التوب، طلع البرا من الدائره هكا. يعني البنات عندي كما قلت لكم هذه واحد جوج، هذيك العين بحال هكا، وانا رجع يعني الحريك يكون قدامي، كنطلع منه البرا، كندير نحاول ندير ديك العوينه هكا تجيني بحال هكا، ونحاول نضرب في التوب بحال هكا. نعاود نفس العمليه البنات، واحد جوج هنا، هذيك العوينه البنات ها هي شتوها، واحد جوج هاهي. نجر البنات الخيط، صافي هنا كما لاحظتوا الحرير قدامي. غندير ديك العوينه البنات اللي درت في الاولى، هي عندي واحد العوينه هنايا ها هي، ندور بحال هكا ونرجع لهاد العوينه هذه. عندي فيها نضرب غرزه ونضرب في التوب. هانتو البنات عندي هذا هو الدرس ديال ثلاثة، باش غنطلعو ليه هانتوما، ها واحد، ونرجع هاكا نضرب جوج، يعني هنا ثلاثة، كما لاحظتو هنا ندور الخيط عندي، وعني غنضرب في الغرزة الأولى. واحد، انا درتو كبير شويه، ها جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه. البنات شوفوا البنات الدرس يعني كيجي واقف، ها نتوما حتى من هنا شي الدرس كيجي واقف وكيجي زوين. كنحاول نوقفو هانتوما، نتمنى يعجبوكم وتجربو ان شاء الله في جليل بياق فيطان اللي كان. البنات كما قلت لكم نفس الطريقه، غنبقى نكملها هكا، صافي غنكمل معاكم تاني هكا. غنضربها هنا كما كتشوفوا البنات، يعني والخيط شاده بالصبع ديالي. غندور واحد جوج، نطلع بحال هكا ونحاول نكرز ونضرب البرا كما كتشوفوا البنات هنا في هاد العوينه، وغنطلعو نيشان. دابا البنات انا الحرير بدا تيصغار ليا، ونحاول
كما كتشوفوا ونرجع نضرب حدا حدا التوب حدا في التوب ونضرب البنات في هاد الغريزة. ها هي كما كتشوفوا واحد جوج ونطلع نحاول نكرز باش ما يجينيش البنات الدرس نشوف تبارك الله الدرس كيبان لكم مشقون. واحد في ديك العوينه جوج نطلع عندي البنات واحد العوينه ها هي كما كتشوفوا هكا وغندور هذا البنات الدرس ديال جوج دير هكا عندي واحد العوينه هنا دابا البنات غنضرب في التوب كما كتشوفوا ها نتوما يعني البنات هذا هو الدرس ديال ثلاثه وغنضرب البنات هنا واحد جوج نطلع ها نتوما البنات واحد جوج نطلع بحال هكا واحد جوج هكا كما كتشوفوا انا البنات واخا الخيط بدا تيقلى ليا كما كتلاحظوا انا غنحاول حتى نغلف الدرس. دابا البنات انا درت شحال جوج كما كتشوفوا ثلاثه نحاول هكا نكرش شويه اربعه انا البنات درت خمسه بيجيني الدري زياني عامر وتجيني يجيني البنات الحرير مغطي كما كتشوفوا هذا هو الدري البنات ديال البريوه كيجي زوين نتوما تقدروا ديروه صغير انا درته كبير صافي. دابا البنات كما كتلاحظوا هذا الخيط اللي غيشيط ليا غندفنو في التوب بحال هكا كما شفتوا. دابا غناخذ واحد الحرير اخر في هذا اللون البنات كما كتشوفوا غنركب البرا هكا غنركب البرا بحال هكا صافي. دابا البنات غنضرب غنضرب في التوب شوف البنات انا هذه محلوله ليا بزاف ولكن انا غنصايبها ها هي درت ليها حليتو بحال هكا هي عطاتني نجبد كما كتلاحظوا غنضرب كما قلت لكم حتى هاد الدقه هذه وهاد البنات على العين غنطلع فيها واحد الحرير ديما قدامي ونضرب كما كتلاحظوا نخرج البرا من الدائره انا يعني البنات اليوم ان شاء الله ناويين نخدمهم معاكم هاد الدريسات هادو ونضرب البنات هنا حدا هاد الدقه هادي باش بحال غنخدم الدريس ديال جوج واحد جوج جلاليات هاد العين البنات اللي عندي حتى هي واحد جوج كما كتشوفوا هنا البنات عندي واحد العوينه ها انتم البنات شوفوا تقطعات لي مشى لي الخيط من البرا كما كتشوفوا البنات اللي مبتدئات حاولوا تصيبوها بيديكم ها هي بحال هكا نركب البنات الخيط هاد الخيط البنات ما عرفتش مالو معايا هكا صافي وغنبدا هابطه عندي عوينه وحده ها هي هكا ونضرب التوب طلع البرا من الدائره الخيط يعني يكون مقاد معايا اللوح الخيط اللي عندي كما كتشوفوا غنبدا واحد جوج هكا عين الاخرى واحد جوج نحاول نكرز هنا البنات العوينه اللي كنحافظوا عليها في الخدمه ثلاثه غندور الخيط اللي عندي البنات نتمنىكم تشوفوا تفهموا
هاي بنات الغريزه هذه، يعني عندي واحد الغريزه هي البنات غنطلع منها، غنطلع البراق في الخيط، يعني البنات الحرير البنات غنطلع البراق في الحرير كما كتشوفوا ها نتوما. كما قلت لكم البنات انا كنبقى نقول الخيط بزاف ها نتوما. ها بديت نغلف دابا درت جوج. شوف البنات الثوب عندي قاصح، حاولوا البنات اللي كنتو كتعلموا ديري غير شي تويب يكون رطب. ثلاثة دابا البنات غنكمل هنا كما قلت لكم غادي نضرب بحال هكا كما كتشوفوا هنا. هيا واحد جوج الحرير اللي عندي البنات قدام البرا نحاول البنات دير ديك العوينه ها هي ونضرب البنات هنا حداها نحاول نكرز هانتوما واحد جوج بحال هكا. هاد العوينه هي نضرب فيها نطلع تبات بحال هكا. عندي البنات واحد الغريزه هي اللي بانت ليكم هي هذا نكون بها عوينه اخرى. عندي البنات واحد الغريزه ها هي كما شفتوا غنضرب في الثوب هكا وهنا البنات واحد جوج هنا واحد جوج يعني هاما جوج ها ثلاثة هكا. ها هو الدرس البنات هذا ديال ثلاثة دابا كما كتشوفو عندي ها عين ها هي دخلت من البرا ونطلع نيشان كما كتشوفو نطلع نيشان في الخيط ونحاول باش نضل نغلف ها جوج ثلاثة أربعة خمسة نحاول نوقفوا البنات هانتوما هانتوما تما الدريس وغادي نضرب حداه بحال هكا هانتوما هكا. اوعدي هاد التليفون مالو يا وعدي صافي نتمنى شي يكون يبان ليكم ونضرب البنات كما قلت ليكم وهكا ندور من هنا ليس هنا ليس عندي واحد العوينه هاي ندور بحال هكا عندي عوينه اخرى هكا نضرب في الثوب. حنا البنات ما بين الدقه وهاد الدقه هي اللي غنضرب فيها الوجليات وجليات البنات يعني هذوك ثلاثه الغلاس كتبقى محافظين عليهم
كما كتشوفوا ها هي عندي، غندور الخيط لهنا، ما نضربش دابا هنا كما قلت لكم، غنضرب هنا كاش بلاتي حتى ماما انا كنسجل في الفيديو كيفاش ما تشوفوا هنا هكا البنات. وغنبقى نستمر دابا الحرير صغار غنستمر باش يجوني الدريسات ديالي بحال هذا هانتو. دابا البنات غنبدا معاكم بهذا اللون هذا حتى هو هكا. كاين البنات كيبغي الدريسات يكونوا مختلفين. دابا نعاود نضرب هنا الحرير بحال هكا يكون قدام برا كما قلت لكم، ونرجع ديك باش ندير ديك العوينه ونضرب حداه بحال هكا. كنبقى غادا البنات كنستمر واحد جوج هكا. البنات نتمنىكم تدعموني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، وتشجعوني واحد جوج ان شاء الله. نبقى نحط لكم فيديوهات تستافدوا منهم هكا. انا البنات نضاربه مع هذه البرا صافي قلت لكم، وانا نرجع عندي واحد الغريزه اخرى ها هي كما كتشوفوا هي خرج من البرا حتى هي هانتوما البنات. هاد البرا ما عرفتش مالها معايا، غنضرب في الثوب هكا ونضرب واحد جوج ونجي هنا واحد جوج ونجي هنا واحد جوج جوج ليات البنات. انا جلست لكم مع واحد جوج واحد جوج كما كتلاحظوا. ندور البنات الخيط اللي عندي ونضرب هنا. انتم البنات عندي واحد الغرزه شفتوها هي اللي كنبقى نطلع فيها البرا هكا. نحاول البنات هاي دابا كتغلف كما كتشوفوا. نعاود البنات نضرب ثاني هكا صافي البنات، ونكمل في التغليف هكا البنات. البنات المبتدئات هي بشويه بحال هكا نزربوا البنات ما والو بحال هكا. دابا البنات انا ضربت درت ثلاثه كما تشوفوا البنات. هاد الحرير البنات زيتي داكشي علاش كنضرب القلمه وباينش مزيان. دابا البنات كما كتشوفوا كتبقاو غاديين على هذا الشكل هذا، وانتوما كتغلفوا في الطريز ديالكم كتحاولوا بحال كتطلعوا البنات البرا بحال هكا البنات من تحت الخيط. انتوما كما كتشوفوا نضرب هكا نطلع البنات كما كتشوفوا نضرب. صراحه انا بغيت نوصل الفكره للبنات اللي ما عمرهم ما خدموا الراندا، يعني تا الدريس البنات ساهل بالنسبه للمبتدئات. يعني هذا هو الدريس، انا اول صراحه اول واحد تعلمت ليه هو هذا الدريس، هذا هذا الدريس ديال البرايو البنات. شوفوا البنات كي كيجي كيجي واقف ومتشقون في الخدمه كما كتشوفوا. انتم البنات تقدروا تخدموا بحال هكا باللوينات يجيكم زوينين. نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنىكم تكونوا استفدتوا اكثر، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.